إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين فما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين فما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون فإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافزين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا فلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
صدق الله العلي العظيم. أصحاب الأخدود أخدود نار ذات الوقود إذ هم عليه قعود إذ هم عليه قعود عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود هذا ولا عرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فاصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى وتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم صل على. Before I forget this Surah Ala, I have been told by a very senior Sayyid Alim that it is very good for people to recite in the Fajr prayer to improve your memory. So learn this one. You probably have noticed sometime I do on the Fajr prayer here, I try to recite that one. It was really, really good. And somebody told me it's like some says Buzurg Alim. Bismillah. Hello.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يوم خاشية عاملات ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم لطعام إلا من ذري ليسمن ولا يغني من جوع. ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية ليست لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي الحجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيها يومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي اللهم صل على محمد وعلى محمد الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلك تعمل أكبة وما أدراك ما الأكبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى أما لأحد عنده من نعمة تجزى
إلا ابتغاء وجه ربه العلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخر خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم يجدك يتيما فآبى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. اللهم صل على محمد وآل. Now this is the Surah Alaq, which has the last verse is the wajib sajda. So when you do the last verse, inshallah, we all do the sajda. And after that, we all recite together, inshallah. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Iqra wa rabbika al-akram alladhi allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب. I didn't plan, but it's somehow the one we are saying together. Look at the surah in Allah. In the surah, which is about the revelation of the Quran, that's why we're going to start together. So, inshallah, we'll start together. Hopefully, we'll finish maybe a few minutes. Okay? Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه اللهم صل على محمد وآل محمد. Mostly we used to recite here together, but this should have been done before. So now everybody can see what we are reciting. So people who are not sitting here, they can also join in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. For many years Sheikh asked me to do the dua Quran. If anyone else want to volunteer to recite the dua, anybody, any volunteer? If not, then I have to do it. It's a slightly longish dua, and basically says that if you've done any mistake or anything, and it talks about word to word. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul kareem. Wa nahnu ala dhalik min ash-shahideen. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء طوبة وبالثاء صوابة وبالجيم جمالة وبالحاء حكمة وبالخاء خيرة وبالدال دليلة وبالذال زكاة وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاعة وبالصاد صدقة وبالضاد ضياء وبالطاء طرابة وبالضاء ظفرة وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحة وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالباء وصلا وبالهاء هدايا وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطاء أو نسيان أو تحريف كلمة أو مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحال أو تأجيل عند طلاوة القرآن أو قصد أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف
أو إدغام غير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تجديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتب أو قلة رغبة أو رهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا وعلى الصراط نورا في الجنة رفيقا ومن النار سترا وهجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أعداء بالقلب ولسان حب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآله. This is one of the best time to do the hajjat because we have been almost completed the whole thing. We have done the proper dua and this is probably the best time to spend just maybe 1 or 2 minutes to ask for your hajjat. उन लोगों को दुआ में तो याद रखिएगा जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं है. اللهم صل على محمد وآل محمد إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.